مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غنقدم لكم الكوتي، غنقدم واحد الوصفه كتجي زوينه ورائعه. مهم غنديروا لي كوفخ كيجيو واعرين. هانتوما غتابعوا المقادير وغتابعوني كيفاش كنصيبهم بالصحه والراحه. المهم كنحتاج شويه الملحه، خماره وحده ديال الحلوه، وحده فاني، وحده ديال الحلوه، ثلاثه البيضات، جوج معالق ديال الزبده، ثلاثه المعالق ديال السنيده، زلافه ديال الفورس، وإطرو ديال الحليب، إطرو ديال الحليب. المهم هانتوما كتشوفوا معايا، كنتمنى هادشي يعجبكم. انا غنقدم كما كتشاهدوا معايا، درت البيض، ثلاثه البيضات، ها الزبده دابت دابا، وغندير السنيده، وغندير الفاني، خميرة الحلوة، وغندير الملحة، وغندير الحليب، 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 وكنخلط الخليط ديالي مزيان حتى يندمج مع بعضو وداكشي، ومن بعد عاد كندير الفورص. البنات من بعد ما سخنت الماكينه ديالنا، كنديرها بشويه ديال الزيت هكا باش ما يطيحش، ومن بعد بسم الله هكا كما كتشوفوا بحال هكا كيجيو هكا. هادشي اللي كاين يا بنات، ودابا نوريكم الشكل النهائي ونوريكم كيفاش كيجي. ايوا هادشي اللي كاين البنات هكا، شتي هكا، وكنخليه كيطيب على راحتو. هادشي اللي كاين. المهم كيتقدموا بالشوكولاط هاد لي كوفر، وكيتقدموا بالعسل كراميل باش ما بغيتي، وكيجيو بالشوكولاط احسن، كيجيو زوينين.